احنا من زمان زمان عن جد جدودنا كنا متمسكين، وابوي كان شغال عنده عمال، كانت الناس مبسوطه بخير وكويسه وتخبز احسن من الالي واحسن من الكهرب واحسن من الغاز. الصعبة اللي بنمر فيها، فبنلاقي هذا الفرن اقتصادي وأسرع وأسهل، مواتير صعب يعني التعامل فيها، كهرباء بتنقطع كثير، غاز بنقطع كثير، فبنلاقي هنا الفرصة، لأنه بالخشب أو بالحطب اللي بلموه صح إنه بيتعبوا في مشقة، لكن بنلاقي أفود وصحي ومتوفر. بروح اخبز انا على فرن ابو حسيب علشان الكهرب بقطع 12 ساعه وبيجي 6 ساعات.